يرجى ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. جيهان، أم راسي عبس افتحي الموبايل، عم تهربي مني على الفاضي لأني مستحيل أتخلى عنك، بموت وما بعملها، ولا آخر نفس بعمري رح ضل دور عليكي ورح لاقيكي. أنتي إذا بتسمعيني أكيد رح تسامحيني. لك أنا ما كذبت عليكي، أنا كمان ما كنت بعرف إني حامل، ويمكن انتهت مهلة الرسالة. جود مرتاح بحياته كتير من دونك، حتى ممكن يكون هو وأسيل عم يشتروا تياب للبيبي اللي جاي، وعم يخططوا كيف رح يزبطوا له غرفته. سامحه لأنه زعلك هيك، بس لا تقلقي، مستحيل يفكر يقرب منك بعد هلأ، رح ضل جنبك ورح أحميكي منه.